هي أقدم صيدلية موجودة، وهنا ببحث مستمر بالكتب التاريخية العراقية بنفس الوقت ويا المعد لما ردنا شلون ندخل بموضوع تاريخ مدينة نيبور، موضوع كلش كبير لأنه أربع أشياء موجودة بمدينة نيبور اللي هي الطب والصيدلة وراح نحكي بيها أكثر إن شاء الله، الأدب، الاقتصاد، الميثولوجيا العراقية القديمة، الأديان، الحج، كل هذه تفاصيل أساسية كانت تصير بهذه المدينة. يعني بصراحة كل ما أنا أريد أفكر شلون مثلاً كانت مدينة قبل تقريباً 7000 سنة عندها هيك مقومات، مدينة كبيرة وأنتوا بتشوفوها وإحنا وياكم بنشوفكم كل هذه الآثار اللي موجودة إلها، أبناء الأرض أو أبناء